السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي أينما كنتم، مرحبا بكم في شرح جديد نقدم لكم على قناة سلسلة لقاء مع الموجه، القناة اللي قريبة منكم. دونك حنا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى، فحنا غادي نتعرفوا على طريقة التسجيل في الماستر اللي كاين في المدرسة العليا للأساتذة بمكناس. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نوريكم طريقه التسجيل، وكذلك شنو هما اهم الوثائق اللي خصكم توجدوا باش انكم تسجلوا في هذا لي ماستر اللي هما مفتوحين، وغادي نتعرفوا كذلك على الماسترات اللي هما مفتوحين. دونك اصدقائي بلا ما نطولوا في الحديث، دونك غادي نمشيو مباشره للموقع ديال المدرسه العليا للاساتذه ايكون نورمال سوبيريور مكناس. دونك كما كتشوفوا معايا اصدقائي، هذا هو لو سيت inis.umi.ac.ma، عقلوا عليها U نسبة إلى Université، M pour مولاي، I pour إسماعيل، دونك Université مولاي إسماعيل اللي كاينة في مكناس. دونك كندخلوا لو سيت، كما كتشوفوا كاينين مجموعة ديال لي زانونس في لو سيت. حنا غادي نقلبوا على لانونس الخاص بالماسترات، وخاص ب كذلك مجموعة ديال الأشياء. دونك هذا هو الإعلان اللي تلا، إعلان تلقي طلبة ترشيح لاجتياز مباريات ولوج المسالك الإجازة في التربية والإجازة المهنية والإجازة في التربية وغيرها من الأشياء. دونك حنا اللي كيهمنا أصدقائي هو الإعلان المتعلق بالمصدر. دونك كنضغطوا على هنا وغادي نشوفوا المصدرات اللي مفتوحين. دونك أنا ديجا تيليشارجيتو، دونك غادي نشوفوا المصدرات اللي كاينين. دونك هنا المصدر المتخصص، إعلان الطلبة الراغبين في ولوج المصدر المتخصص، كنكليكيو عليه وغادي نشوفو الماسترات اللي كاينين. دونك هنا هذا هو الاعلان اللي تلح بخصوص هذا الماستر، وان بدايه التسجيل غتكون ان شاء الله تعالى من 1 شتنبير حتى الى غايه 30 شتنبير عبر البوابه الالكترونيه inis.umi.ac.ma. دونك عندنا كذلك هذا الموقع اللي هو خاص بالتسجيل. دونك الماسترات اللي كاينين، عندنا الماستر ديال الناس اللي دايرين العربيه، عندنا المناهج اللغويه والادبيه لتدريس اللغه العربيه، وغادي نديروا واحد الفيديو ان شاء الله تعالى على هذا الماستر. عندنا كذلك الماستر المتخصص ديداكتيك دي فرونسي اي ميتي دو ليديكاسيون اي دو لا فورماسيون. عندنا كذلك ماستر مفتوح للناس اللي دايرين الفلسفه، ويقدر حتى الناس اللي دايرين علم الاجتماع، وجو بونس حتى الناس اللي دايرين علم النفس، الماستر اللي سميتو الفلسفه والتربيه. دونك عندنا ثلاثه ديال الماسترات، ماستر جوج ماسترات متخصصه بالنسبه للناس اللي دايرين اللغه العربيه واللغه الفرنسيه، ولا الدراسه الفرنسيه والدراسه العربيه. وعندنا كذلك ماستر دو ريشيرش لي خاص بالناس اللي دايرين الفلسفه، علم الاجتماع، وكذلك علم النفس اللي سميتو الفلسفه والتربيه، لا فيلوزوفي اي ليديكاسيون. دونك بعد ما قرينا الاعلان غادي نمشيو مباشره ان نبداو التسجيل ان شاء الله تعالى. دونك حنا اللي كيهمنا اصدقائي هو نرجعوا لا بلاتفورم الخاصه بالتسجيل. دونك هذه هي لا بلاتفورم الخاصه بالتسجيل، هنا تعطوك بري انسكريبسيون كتكليك عليها، بعد ذلك كتدخل لهاد المنصه، هي نفس المنصه ولكن كيتزادو حوايج اخرين. عندنا لا كونفيرماسيون بالنسبه للناس اللي دايرين اجازه مهنيه، ليسونس بروفيسيونيل، ماستر اي ماستر سبيسياليزي، الماستر والماستر المتخصص، وكذلك التكوينات المتعلقه بالدكتوراه. حنا اللي كيهمنا هو الماستر اي ماستر سبيسياليزي. دونك كنكليكيو عليه وكتنبات لنا هاد النافذه. دونك الا سبق لنا ديجا تسجلنا، دونك راه غادي نجيو هنا نديرو جوريان بريم لاكت دونجاجمون، يعني واحد الالتزام اللي خصك انك ضروري انك تمشي تقاليزيه باش انك تحطو في الموقع. عندنا كذلك جو مو بري انسكري، دونك الا باقي ما تسجل دونك كنكليكيو عليها وغادي ندخلو مباشرة للموقع الخاص بالتسجيل. بعد ذلك كتنبثق لنا هذه النافذة اللي كتحمل مجموعة ديال المعلومات الشخصية الخاصة بنا، رقم بطاقة التعريف الوطنية هنا، كذلك الاسم العائلي ديالنا هنا بالعربية، الاسم هنا كود مسار ولا سين او، بالنسبة للناس اللي عندهم سين او ما عندهمش كود مسار يجيو يكتبوا هنا، الناس اللي عندهم مسار يكتبوه هنا كذلك. هنا الاسم الشخصي بالعربية، هنا الاسم العائلي ديالك بالفرنسية، هنا الاسم الشخصي ديالك بالفرنسية، هنا كذلك العنوان بالعنوان الشخصي ولا لادريسا ولا البلاصة فين كتسكن بالفرنسية، وعندنا كذلك هنا الايميل يعني البريد الالكتروني ديالك. ضروري خصك
انك تكتب شي واحد اللي هو يكون صحيح، وكذلك انه يكون سواء الجيميل سواء الاوتلوك سواء الهوت ميل ولا اللايف دونك يلي يكون ولا example.com @ example.com. دونك نتوما شوفوا الايميل اللي عندكم هنا، كذلك لا دات دو نيسونس يمكن تكليكيو هنا باش انكم تدخلوا لا دات دو نيسونس ديالكم. ولا دات دو نيسونس تيبدا بالنهار عاد الشهر عاد السنه. هنا كدير الجنس واش ماسكولين يعني مذكر فيمينا مؤنث. وهنا كذلك اسكو فوزيت فون فونكسيونير واش انت موظف، الا كنتي موظف غدير وي، الا كنتي ماشي موظف غير طالب باقي كتقرا غادي دير نو. اصدقائي من بعد ما دخلنا المعلومات الخاصه بنا دونك غادي نجيو مباشره هنا وغادي نختاروا ماستر سبيسياليزي. بعد اختيار ماستر سبيسياليزي ولا ماستر غادي تجيو الفيليغ ديسپونيبل وغادي تختاروا الماستر اللي بغيتو. دونك حنا غادي نديرو ديداكتيك دو فرونسي اي ميتي دو ليديكاسيون اي دو لا فورماسيون. دونك هنا ديبلوم سيليكسيوني فوتر ديبلوم، هنا ليسونس فوندامونتال بروفيسيونيل او لونغ فرونسيز. دونك حنا غنديرو هادي. بعد ذلك هنا غادي خصنا نجيو باش انا ندخلو لي زانفورماسيون ديالنا، وكذلك انا ندخلو كيلكو نوت لي خاصين بلي سيمستر ديالنا. دونك هنا اوبتونسيون ديال الدبلوم، فين وقيت خديتي الدبلوم ديالك. هنا كذلك سيليكسيوني ليتابليسمون دو فوتر فورماسيون. دونك حنا غادي نديرو فاكولتي دي هنا نديرو هنا نديرو كومبوس يونيفرسيتير دي تملول الى كاين. دونك فاكولتي دونك حنا ما تهمناش ديروا نتوما الكليه فين خدتو ليسونس. هنا كديروا الموين اوبتوني في السيمستر، شحال جبتي في السيمستر الاولى، شحال جبتي في السيمستر الثانيه يعني بالنسبه لليسونس، شحال جبتي في السيمستر الثالثه، شحال جبتي في السيمستر الرابعه، شحال جبتي في السيمستر خمسه، او شحال جبتي في السيمستر سته، يعني النقطه في التوتال ديال لي موديول كاملين. وهنا السنه فين خديتي هذيك الدبلوم ديالك، فين خديتي الاجازه. وبعد ذلك كدير فاليدي باش ندوزو للخطوه الثالثه. في المرحله الاخيره اصدقائي كما كتشوفوا تقريبا هنا النيميرو انسكريبسيون بان تسجلت تقريبا 382، انا 382. دونك هنا الى ما عاودتي واحد التسجيل وغادي بالترتيب. دونك هادشي اللي كاين. دونك هنا التزام، خصك هاد الالتزام خصك ضروري انك تمشي تخرجو، انك تمشي تقاليزي حيت ضروري من لاقاليزاسيون. دونك اصدقائي بعد ذلك كتجي باش انك من بعد غادي يديروا عمليه، يقدروا يديروا عمليه تاكيد عن بعد. دونك انتوما خصكم هذا ضروري تاكدوا، وضروري زعما تمشيو تقاليزيو في المقاطعه، وانكم تخلوه عندكم، وانكم الا طلبوا منكم تسكانيو وتصيفطوا ليهم تصيفطوا ليهم اصدقائي عادي. وكذلك ما تنسوش انكم توقعوا، حيت ضروري دير التوقيع هنا، ضروري دير التوقيع ديالك هنا، وضروري دير التاريخ هنا فين درت لاكاليزاسيون. دونك اصدقائي ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه ديالكم. ما تنسوش انكم تدخلوا لاشين وانكم تفعلوا زر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله تعالى. اصدقائي فعلوا زر ديال الجرس، وما تنسوش كذلك انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش انهم حتى هما يستافدوا كما استفدتوا حتى نتوما اصدقائي. ونضرب لكم موعد في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه.